متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا بكم. نحن في أخبار الآن نسلط الضوء على مقال روسي نشرته صحيفة بالأمس، يتحدث عن اهتراء في جيش الأسد وامتناع الضباط الكبار عن تنفيذ الأوامر وهروبهم في المعارك. نحن بهذا الصدد نود أن تشاركونا آراءكم بما يخص تحديدا أين هيبة الجيش السوري أمام الروس والإيرانيين. الأسد متابعينا استخدم الروس كقوة انتداب، فهل يقبل الضباط الكبار الذين هم انتسبوا إلى الجيش على أساس وطني، هل يقبلون هذا الواقع الذي يعتبر في العلوم العسكرية مذلا لكل عسكري؟ شاركونا آراءكم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن وعلى صفحة الشخصية في تويتر لكي نتمكن من عرض ما تقولون وآراءكم في تقريرنا القادم.